بكم إلى فقرة أنا أرى، نبدأ بفيديو أرسله لنا سعد العلواني من الفلوجة، ويظهر فيه مجموعة من أهالي ناحية الصقلوية شمال الفلوجة الفاردين من مناطقهم بسبب المعارك الدائرة هناك، ويروي أحدهم خلال الفيديو ما تعرضوا له من إهانة وتعذيب من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. نتابع. بالجبلات والصقلاوية ودونا بالليل مشى هذا تريلة نزلوها نضج حتى رادت العالم تفطش بالزايد ما ضاقت عليها. مين اللي جوك؟ حشد. احنا رحنا عليهم عبالي جيش طلع حشد. ننتقل إلى الصور ونستعرض معكم صورة أرسلها سعد العلواني أيضا عن أسرى مدينة الصقلاوية غرب الفلوجة الذين وصلوا إلى مستشفى عامرية الفلوجة، ونرى في الصورة آثار التعذيب والتنكيل التي تعرضوا لها في المعتقل. وأرسل لنا أيضا مجتبى إدريس صورة تظهر أهالي مناطق زوبع ونعيمة التابعة لقضاء الفلوجة وهم يهربون عبر نهر الفرات من المعارك الدائرة في مناطقهم باتجاه عامرية الفلوجة. صورة أخرى أرسلها عبد العراقي عن الأوضاع الإنسانية القاسية كما وصفها والتي يعيشها النازحون الفارون إلى عامرية الفلوجة داخل خيامهم ضمن في درجات حرارة عالية جدا بحسب قوله. والاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكي.